بسم الله الرحمن الرحيم. حكينا المرة اللي فاتت عن الريفراكتيف اندكس وانه هو يساوي سرعة الضوء في الفراغ على سرعة الضوء في اي مادة بنقيس لها الريفراكتيف اندكس. حكينا ايضا انه الريفراكتيف اندكس بتغير بتغير الضغط الجوي والحرارة، الا انه هذه التغيرات بسيطة جدا لدرجة يمكن اهمالها، باستثناء السيليكون بوليمير او مادة السيليكون تصنع منها الانترا اوكيولار لينسز، واللي يعني الريفراكتيف اندكس تاعها في درجة حرارة الغرفة بيكون يختلف كثيرا عن درجة حرارة العين اللي هي 35 درجة. فبالتالي اللي بيصنعوا هذه العدسات بياخذوا في بالهم هذه القضية حتى ما يصيرش اختلاف في قوة العدسة او خطأ في حساب العدسة. معروف انه الضوء الابيض او الضوء العادي يعني بيتكون من اطوال موجيه مختلفه، تمام، المكونات. كل مكون احنا بنعطيه اسم لون حسب ما احنا بنشعر فيه، تمام، او اللي هو الطيف المرئي بيسموه، تمام. ايضا الريفراكتيف اندكس لنفس الماده، لو تخيلنا عندنا ماده سين، تمام، اكزاز او ماء او اي شيء، تمام، وقلنا هل الريفراكتيف اندكس للطول الموجي الاحمر بيساوي الريفراكتيف اندكس للطول الموجي الاخضر لنفس الماده؟ طبعا لا، في اختلاف. هذا بيشبه ناس بدات رحله مع بعضها من نقطه صفر، تمام، او من نقطه الف خلينا نسميها، وبدات في هذه الرحله. بعد هيك لانه سرعات المركبات اللي الاشخاص هذول راكبينها مختلفه، هيجي مدة زمنية بعدك يكونوا تشتتوا عن بعضهم البعض. هما بدأوا كجروب مع بعض، ارتحلوا من النقطة ألف بدهم يوصلوا لنقطة معينة بعيدة عنها. الآن إذا وسائل المواصلات اللي امتطوها، يعني لو قلنا امتطوا خيول أو جمال أو موتوسيكلات أو أي شيء، تمام، لو سرعاتها مختلفة بعد مدة زمنية معينة أثناء الرحلة هنلاقي انه هذول الجماعة اللي بدأوا مع بعض اتشتتوا، كل واحد صار في مكان. الأسرع بيكون قطع مسافة أكبر، الأقل سرعة مسافة أقل، وهكذا الأبطأ بيكون في الآخر. وهذا اللي بيحصل مع الأطوال الموجية المختلفة حينما تدخل من الفراغ إلى أي مادة يعني أخرى، تمام. يعني مثلا لو قلنا الضوء انتشر أو جاء من الهواء دخل في الإكزاز، تمام، هذا الضوء اللي هو مكون من الأطوال الموجية السبعة اللي احنا أخذناها في المدرسة، اللي هو أحمر وبرتقالي وأصفر وأخضر وأزرق ونيلي وبنفسجي، تمام؟ هذا الضوء اللي دخل في الوسط الزجاجي قادما من الهواء أو من الفراغ، تمام؟ سرعات الأطوال الموجية مختلفة فيه، تمام؟ الأحمر أسرع شيء يتلو البرتقالي، يتلو الأصفر، الأخضر، الأصفر، الأزرق، النيلي، البنفسجي، تمام؟ فبالتالي كل ما كان الطول الموجي أعلى كل ما كانت سرعة هذا الطول الموجي أكثر في مادة الزجاج، تمام؟ وبالتالي بيصير عندي حاجة بسموها dispersion. dispersion يعني تشتت أو انتشار. زمان تعلمنا في المدارس إنه المنشور الزجاجي بيحلل ضوء الشمس للألوان السبعة، لألوان الطيف السبعة. طب كيف حللها؟ إنه اختلفت سرعاتها لما دخلت في هذا المنشور اللي هو مصنوع من الزجاج، اختلفت يعني سرعاتها عن بعضها البعض، فبالتالي تشتتت وظهر اللي هو الطيف اللي هو المرئي بتاعه، ألوان الطيف اللي احنا شفناها. بما أنها اختلفت سرعاتها، طب احنا بنقول تعريف الريفراكتيف اندكس هو عبارة عن ايش؟ سرعة الضوء في الفراغ على سرعة الضوء في المادة. إذا سرعة الضوء في المادة أو سرعة الطول الموجي في المادة بتختلف بين طول موجي وطول موجي تاني، معناته الريفراكتيف إندكس عندي اختلف. خلينا نشوف هذه القضية. بنقول الريفراكتيف إندكس اللي هو أن بدنا نفرض مادة سين يساوي سرعة الضوء في الفراغ على سرعة الضوء في المادة سين. طيب الآن احنا هذا كلام لما بنقول عن الضوء ككل،
بس احنا الضوء عارفين انه بيتكون من اطوال موجية مختلفة. ان سين للضوء الاحمر او للطيف الموجي او للطول الموجي الاحمر، تمام، يساوي سرعة الضوء في الفراغ على سرعة طبعا احسنت اللي هو الطول الموجي الاحمر، سرعة الطول الموجي الاحمر في الفراغ على سرعة الطول الموجي الاحمر في المادة سين. طبعا قبل ما نتحرك هنا بنقول سرعة الوان الطيف كلها او الاطوال الموجية المختلفة، اصح اطوال الموجية المختلفة، لانه كلمة لون هذه سنسيشن بيشعر فيه البني ادم، تمام. سرعة الاطوال الموجية المختلفة في الفراغ هي نفس السرعة، هي نفس السرعة، بمعنى البسط هنا لن يتغير، هذا البسط هنا لن يتغير. ليش؟ سواء قلنا طول موجي احمر او اخضر او اصفر الى اخره، اللي بتغير هي السرعة في المادة، السرعة في المادة. نفس المادة سين للضوء الازرق، تمام، سرعة الطول الموجي الازرق في الفراغ هو نفس هذه، نفس القيمة، البسط نفس البسط، تمام. هنا احمر وهنا ازرق، بيت الستينين متساويين لانه في الفراغ، على سرعة الطول الموجي الازرق في المادة سين، تمام. اوكي، مين المقام تاعه اكبر، مين اسرع يعني؟ الطول الاحمر هنا اسرع، يعني رقم السرعة اعلى، تمام؟ يعني لو خلينا نضرب مثال، نفرض جدلا انه في الفراغ سرعة الضوء 100 كيلو متر في الساعة، تمام؟ والطول الموجي الاحمر في المادة سين مثلا 90 كيلو متر في الساعة. هنا بتتوقعوا 90 ولا اقل تكون؟ اقل، لانه ابطأ. الطول الموجي الازرق في المادة سين او في اي مادة دائما الطول الموجي الاطول، الاحمر طول الموجي اطول من هنا الاحمر هنا الأزرق، تمام؟ هنا القيمة أعلى، هنا القيمة أقل، يعني نفرض 80 كيلومتر في الساعة، طبعاً هنا 100 ثابتة، تمام؟ بالنهاية الريفراكتيف إندكس بيطلع كحصيلة نهائية، وين أكثر؟ في الأزرق. لما تقسمي 100 على مقدار معين و100 على مقدار أقل منه، لما تقسميها على المقدار الاقل بيطلع الناتج اعلى، تمام. زي ما نقسم 100 شيكل على شخصين او نقسم 100 شيكل على 10 اشخاص، مين الاعلى بيطلع؟ نصيبي اللي فوق. اذا هنا حيطلع النتيجه اعلى وهنا حتطلع النتيجه اقل، بينتج عنا كلما زاد الطول الموجي كلما قل معامل الانكسار للمادة لهذا الطول الموجي. يعني الريفراكتيف اندكس للضوء الازرق في اي مادة اعلى منه للضوء الاحمر في نفس المادة. نرجع للي كنا قلنا قبل شوية، انه طالما السرعات مختلفة حيتم عندي حاجة ايش اسمها؟ التشتت، اللي بسموه كروماتيك ديسبيرشن، التشتت اللوني، كروماتيك ديسبيرشن. وقلنا هذا بيرجعنا لتجربة في المدارس اللي هي تجربة المنشور الزجاجي اللي بيحلل الضوء الأبيض لألوان الطيف. الكروماتيك ديسبيرشن هل بيحدث في العين؟ وإيش بينتج عنه؟ هل بيحدث في العين؟ طبعا، لأن الضوء حيدخل من الهواء للعين، والعين هي مادة كثيفة، مظبوط. من أكثف، الهواء ولا العين؟ العين. يعني العين تقريبا تقترب في بعض أجزائها من المعامل انكسار تاع الزجاج. الآن الضوء
الضوء القادم نفرض من الشمس او من مصدر ضوئي بده يخش في العين، تمام؟ هذا الضوء الموجي، تمام، مكون من الوان الطيف كلها، تمام، سرعاتها حتكون مختلفة، سرعاتها حتكون مختلفة. بمعنى هاي انسان اسمه احمر وانسان اسمه اصفر انسان اسمه ازرق، مين اطول موجة؟ ومين بعدها الاصفر والازرق، مين اسرع واحد فيهم؟ الاحمر. يعني لو انطلقوا من مصدر ضوئي معين بعد ما يخشوا مادة كثيفة هتختلف سرعتهم، هنا في الهواء سرعتهم نفس الشيء، اتفقنا الهواء والفراغ نفس الشيء، تمام؟ الان دخلوا مادة، تمام؟ حسبنا لهم بعد فترة زمنية مين بيكون وصل ابعد شيء؟ الاحمر. ومين بعده؟ الاصفر. ومين بعده؟ الازرق. اذا تشتتوا، تمام؟ لو فرضنا جدلا، لو فرضنا جدلا انه عند نقطة زمنية معينة او لما تطلع هذا البني ادم بعينه الضوء الاصفر بعد التشتت اجى بالضبط على الرتينة، ساعتها الضوء الاحمر ايش حيكون؟ بعد الرتينة. الضوء الازرق يعني بالعربي البسيط جدا، زمان كنا اللي بتتثبت الاشعة عنده خلف الشبكية بنقول له عنه عنده طول نظر هايبر متروب، واللي قدام الشبكية ميوب، واللي على الشبكية ام متروب، لا هو ميوب ولا هايبر متروب. فبنقول اذا كان هذا هذه العين او هذا الشخص صاحب هذه العين اذا كان ام متروب بالنسبة للضوء الاصفر فهو يعتبر هايبر متروب بالنسبة للاحمر وميوب بالنسبة للازرق. نعيدها؟ نعيد. الضوء الأزرق إذا كان فرضنا إنه الضوء الأصفر بعد التشتت في مرحلة ما وصل للشبكية وصار مركز على الشبكية فوكس وواضح على الشبكية، ساعتها الضوء الأحمر حيكون قلط الشبكية لأنه هو أسرع، تمام؟ والضوء الأزرق هنا نقول أحمر وأصفر وأزرق. إذا ساعتها هذه العين نفسها اللي هي إم متروب بالنسبة للأصفر تعتبر هايبر متروب بالنسبة للأحمر وتعتبر ميوب بالنسبة للأزرق، تمام؟ بمعنى آخر لما هو بتطلع على عدة ألوان في بيئة معينة، يعني البيئة اللي احنا بنعيش فيها مش لون واحد، تمام؟ الألوان لا حصر لها في بيئتنا، إذا كان اللون واضح بالنسبة إلي ممكن أشوف اللون الثاني اللي جنبه مباشرة وعلى نفس المسافة أقل وضوحاً أو لون ثالث أكثر وضوحاً. هذا إيش سببه؟ سببه انه الاطوال الموجية المختلفة تسافر في مادة العين بسرعات مختلفة، هذا حيؤدي للتشتت اللوني. طيب انا شعوري بالتشتت اللوني هذا، تمام، بنقول اي لون طول الموجي بتركز على الشبكية بمساعدة الاوبتكس تاعت العين اللي هي القرنية والعدسة اذا تثبت بفوكست يعني بؤرته وكانت على الشبكية كل موجة أطول منه حتيجي وراء الشبكية حتكون بالنسبة إلي مغبشة شوية، وكل موجة أقصر حتيجي قدام الشبكية برضه حتكون مش بنفس الوضوح حتكون مغبشة، فبالتالي هذا حيؤدي لحاجة بنسميها كروماتيك أبيريشن. إيش يعني كروماتيك أبيريشن؟ الزيغ اللوني أو عدم وضوح الرؤية اللونية، تمام؟ عدم وضوح الرؤية اللونية. حنرجع للكروماتيك ابيريشن في اخر المادة ونحكي عنها. حاليا بدنا ننتقل في معامل الانكسار لشغلة اخيرة اللي انه بعض المواد تعتبر اوبتيكالي ان هوموجينس، يعني من ناحية بصرياتية تعتبر غير متجانسة، زي مادة الكوارتز. الكوارتز لو مشينا الضوء فيه باتجاه معين هذه المادة ساعتها إلها ريفراكتيف إندكس سين مثلا، تمام؟ للضوء اللي جاي من شمال لليمين، لو غيرنا اتجاه الضوء بتغير الريفراكتيف إندكس، السبب إنها مش متجانسة، يعني
بيعتمد الريفراكتيف اندكس قيمته فيها بتعتمد على اتجاه سريان الضوء في هذه الماده، اتجاه سريان الضوء في هذه الماده. نيجي لاول قانون معنا في الجيومتريكال اوبتكس اللي هو لو اوف ريكتيلينيار بروبوجيشن، يعني قانون السريان المستقيم، قانون السريان المستقيم. The law of rectilinear propagation states يقول أو ينص على أنه light in a homogeneous medium، الضوء في المادة المتجانسة، هاي مادة متجانسة تمام، بيسري فيها في خطوط مستقيمة تسمى إيش؟ الأشعة الضوئية. يعني لو تصورنا إنسان هنا يتفرج تمام، هاي عندي حاجز جدار أو كذا تمام، وفي عنده معاه في ايده مصدر ضوئي، هذا المصدر الضوئي تمام هو حابب يضيء فيه شغلة معتمة خلف الحاجز، بيستطيع؟ يعني انا في عندي مثلا شيء خلف الجدار وبدي اسلط الضوء عليه تمام، ليش ما بقدرش اسلط الضوء عليه؟ لانه في حاجز. طب اوكي، ما هو الضوء هذا ممكن يلف ويجي يضوي، في امكانيه لهيك؟ لا، هو الضوء بيمشي في خطوط مستقيمه، حيمشي في هذه الخطوط لغايه ما يصطدم في الحاجز وخلص، مش حينفذ للناحيه الثانيه. فبالتالي الضوء بيمشي في خطوط مستقيمه تمام، طبعا تسمى الاشعه الضوئيه، تسمى light rays. أكثر شيء أساسي عندنا في الجيومتريكال أوبتكس هو اللايت راي، واللي هو بيبين لي الباث أوف لايت تمام؟ الباث أوف لايت، اللايت راي إز ذا موست فاندمنتال، أكثر شيء أساسي عندنا وأكثر شيء مهم طبعاً في علم الجيومتريكال أوبتكس. طبعاً الفرق بين الفيزيكال أوبتكس والجيومتريكال أوبتكس إنه الجيومتريكال أوبتكس لأنها انبنت على قانون السريان المستقيم وبتفترض أنه الأشعة ما لناش علاقة في الطول الموجي تاعها والطبيعة الموجية تاعتها، إنما إحنا بنمثلها بخطوط مستقيمة، ما بما أنه الجيومتريكال أوبتكس مبنية على هذا المبدأ فهي بتهمل موضوع الديفراكشن اللي حكينا عنه المرة اللي فاتت تمام، الديفراكشن والتداخل الموجي اللي بيخلي الموجات تضعف بعضها بعض تمام. طبعا في الحياة العملية الديفراكشن بشكلش أهمية كبيرة، يعني ما بشكلش إزعاج كتير تمام بالنسبة لشغلنا كبصرية. في بعض الأحيان، في بعض الأحيان القليلة تمام، بيكون الديفراكشن له أهمية كبيرة جدا تمام، وبالتالي ساعتها مبادئ أو قوانين الجيومتريكال أوبتكس تنفعش عشان تعطيني صفات الصورة. ننساش إحنا بالنهاية هذا أوبتيكال سيستم بدي يعطيني صورة، وهذه الصورة لها صفات، وأنا بحاول في الجيومتريكال أوبتكس أصل لصفات الصورة زي الماجنيفيكيشن واللوكيشن والكواليتي والبرايتنس. إحنا الماجنيفيكيشن قلنا فيه ثلاث أنواع منه، وإيش المعادلات اللي نجيبها؟ إيمج هيت على أوبجكت هيت أو إيمج ديستانس على أوبجكت ديستانس، هذا بالنسبة للترانسفيرز. الأنجولار الباور على 4 تمام، والأكسيال Transfers Magnification تربيعين. إذن أنا الصفة الأولى اللي صفة الماجنيفيكيشن بقدر أجيبها، اللوكيشن برضو بقدر أجيبه تمام بنفس معادلة الترانسفيرز ماجنيفيكيشن إذا ترانسفيرز ماجنيفيكيشن انعرف عندي، وفي لسه وسائل تانية حنعرفها ومعادلات تانية بسيطة حنعرفها تؤدي إلى أن أعرف اللوكيشن. والكواليتي قلنا إنه الكواليتي كل ما بتصغر البوينت سبريد فانكشن وبتتباعد عن بعضها البعض كل ما التداخل بيقل وجودة الصورة بتعلى تمام. إذا الجيومتريكال أوبتكس ملهاش علاقة في الديفراكشن وما بتناقشوش تمام، وغالبا في الحياة العملية مش كتير بيزعج في موضوع تحديد صفات الصورة. نيجي لحاجة بسموها أوبتيكال انترفيس. احنا قلنا ايش الفرق بين ميديوم وماتيريال؟ بالضبط، الميديوم هي الوسط البصري الذي يمرر الضوء، الوسط البصري يعني اي مادة تمرر الضوء عبارة عن ميديوم. طب هي نفسها بتكون ماتيريال؟
أكيد كل ميديم ماتيريال، بس مش كل ماتيريال ميديم. الماتيريال هي أي مادة، أي مادة سواء تمرر الضوء أو لا تمرر الضوء، تمام؟ طيب عندنا هنا هواء وعندنا هنا حوض من الزجاج، أنا رسمت يعني جدرانه سميكة. الضوء بينتقل من الهواء للزجاج لإيش؟ للماء. هذه ميديا مظبوط، نسميها ام واحد، وهذه ميديا للزجاج ام اثنين، وهذه ميديا ام ثلاثة. في حاجة اسمها الحد الفاصل بين كل ميديا والميديا الملاصقة لها، هذا الحد الفاصل بسموه اوبتيكال انترفيس، السطح الفاصل بالضبط الاسطح البينية. هذا اوبتيكال انترفيس وهذا اوبتيكال انترفيس مظبوط، يعني يفصل بين الزجاج والماء، وهنا يفصل بين الماء والزجاج كمان اوبتيكال انترفيس، وهذا برضو اوبتيكال انترفيس. اوكي هاي انا عندي اوبجكت وهاي عدسة، هاي اوبتيكال انترفيس وهاي كمان اوبتيكال انترفيس، تمام؟ يعني هي السطوح الفاصلة بين الاوساط البصرية تسمى الاوبتيكال انترفيس. طيب الانسان لما بدخل او الضوء لما بدخل من ماده لماده وبيعدي منطقه الاوبتيكال انترفيس بيحدث معه ثلاث شغلات. الضوء لما بينتقل من مكان او من وسط بصري لوسط بصري اخر لازم يعبر عبر الحدود الفاصله اللي هي الاوبتيكال انترفيس. اثناء عبوره ساعه ما يصطدم هنا ويجي بده يعبر بيحصل معه ثلاث شغلات. الشغله الاولى جزء منه بمر، تمام، والجزء الثاني بينعكس، والجزء الثالث بيمتص واحيانا بتحول لحراره. الان شخص جالس جوا السياره، تمام، وشخص واقف برا السياره، تمام، هذا اوبجكت، تمام، هذا اوبجكت، هذا الاوبجكت أشعة الشمس سقطت عليه وانعكست، السائق اللي هنا شايفه، بما انه شافه معناته الضوء مر مظبوط، يعني دخل عبر الزجاج. شخص ثالث او هو نفسه شايف انعكاس صورته في لوح الإكزاز، اذا جزء انعكس مظبوط. طبعا هذه القضية تمت عند الظهر، تمام، واحد حط ايده على إكزاز السيارة لقى ايش؟ ساخن. اذا هذه الثلاث ظواهر بتحدث، بما اني انا وانا جالس داخل السياره شايف الناس اللي برا معناته الضوء بدخل عبر الزجاج، تمام، عبر الاوبتيكال انترفيس. وبعض الناس لما بدقق في الاكزاز بشوف صورته الشخصيه في اكزاز السياره، تمام، بعض الناس لما بتحط ايدها على الاكزاز بتحس انه الاكزاز اسخن او ادفى من الهواء المحيط فيه. اذا هذه الثلاث ظواهر بتحدث بنسب قديش؟ بنسب مختلف، بنسب مختلف حسب السورس. يعني لما بنيجي بنقول لو في وسط بصري، تمام، عكس لي كل الضوء ما نفذش منه ولا شيء، يعني صفر، انا هذا مرايا مزبوط ولا لا؟ يعني لو واحد وقف ورا المرآة المستوية، تمام، زاح المرايا هيك ووقف وراها، تمام، هل حيشوف حاجة بتنفذ منها؟ طبعا لا، تمام. فبالتالي قديش بيمر وقديش بينعكس، قديش بيمر وقديش بينعكس وقديش بيصير له absorption بنسب مختلفة حسب الاوبتيكال ميديا التنتين والسموثنس تاعت الاوبتيكال انترفيس، تمام. اذا the amount of light transmitted يعني المرة والreflected المنعكسة واللي absorb المنتصة depends on several factors، يعني تعتمد على عوامل عديدة، تمام. لما اللايت بيوصل لسموث اوبتيكال انترفيس it undergoes specular reflection and transmission. اوكي لقيت الاوبتيكال انترفيس، اتفقنا انه هو الحد الفاصل بين تو اوبتيكال ميديا، هاي عندي اوبتيكال ميديا وهاي عندي اوبتيكال ميديا وهاي الاوبتيكال انترفيس اللي فيه. هل شرط انه الاوبتيكال انترفيس دائما يكون هيك ناعم ومستوي؟ يعني ممكن يكون متعرج ولا مش ممكن؟ ممكن. يعني الإكزاز لما يتكسر ويصير متعرج ومخدوش مخدش،
هل هذا بطل اوبتيكال انترفيس؟ لا، اوبتيكال انترفيس يعني هنا الهواء وهنا مثلا قطعه قزاز حدها هذا معرج تمام، مكسر تمام. هل الضوء بينفذش منها لجوه؟ لا بينفذ. اذا هذه اوبتيكال ميديوم وهذه اوبتيكال ميديوم وهي الاوبتيكال انترفيس، بس اللهم هذا الاوبتيكال انترفيس ايش؟ رف بسموه، خشن، رف خشن او متعرج تمام. فبالتالي هذا بيقال اوبتيكال انترفيس وهذا اوبتيكال انترفيس. بس يا ترى الثلاث عمليات اللي بتتم هنا نفس الثلاث عمليات اللي بتتم هنا ولا في اختلاف بينهم؟ ايش هما الثلاث عمليات؟ انعكاس، مرور، امتصاص. يعني ريفليكشن، ترانسميشن، وابسوربشن تمام. تمام، فهل هذول نفس الشيء؟ لا مش نفس الشيء. حينما يسقط pencil of light، ايش pencil of light؟ حزمة ضوئية تمام، على smooth optical interface، هاي حزمة ضوئية pencil of light، يصير لها specular transmission يعني مرور منتظم وانعكاس منتظم. الجزء اللي بمر بمر بشكل منتظم والجزء اللي بينعكس بينعكس بشكل منتظم تمام. بينما لو هذا البنسل اوف لايت سقط على سطح متعرج تمام، بيصير مرور عشوائي تمام وانعكاس يعني او يعني مش منتظم وانعكاس نفس الشيء مش منتظم تمام. هذا بيشبه دخول طلاب المدارس الابتدائية في الطابور، دخولهم للصف، وهذا بيشبه عند الرواح تمام. عند الرواح كله هي وهذا رايح هيك وهذا رايح هيك وهذا يعني بيبكي وهذا بستنى حد يروحه الى اخره. فبالتالي هنا طيب لو تصورنا هذا البنسل اوف لايت تختصر لسنجل ري، نفرض بوينت سورس اوف لايت ما بنتشرش منها الاشعة في جميع الاتجاهات، فقط بتصدر ضوء واحد فقط تمام، وسقط على رف اوبتيكال انترفيس، بالضبط حيتصرف كأنه على سموث اوبتيكال انترفيس. ليش؟ لأنه هو حيصطدم في نقطة واحدة، هذه النقطة حتمرر هذا اللايت ري أو حتعكس هذا اللايت ري، سواء مررته حتمرره بشكل منتظم أو عكسته حتعكسه بشكل منتظم. وهذا بيشبه أيضا، نرجع للمدارس، لما بقول هذه بتشبه طلاب المدارس، لو الطلاب منتشرين في ساحة المدرسة تمام بصير لازم اوردر تمام عشان اضبطهم في طابور. بينما لو كل الساحة فيهاش الا طالب واحد اقول وين ما يروح هو واقف في طابور، وين ما يروح هو واقف، يعني مش عامل خربطة في الصف، وين ما جلس في الفصل الدراسي برضه هو يعني معاه الحرية. فبالتالي طبعا هذا عمليا مش ممكن، فيش حاجة تصدر لي سنجل ري، بس احنا بنقول منطقيا انه لما بتختصر البنسل اوف لايت لون سنجل ري، وين ما سقط حيمر، اذا بده يمر بشكل منتظم سبيكيولر، واذا بده ينعكس حينعكس بشكل سبيكيولر. لما بيكون عندي حزمه ضوئيه او بنسل اوف لايت بتسقط على سموث اوبتيكال انترفيس، اذا بدها تمر بتمر منتظمه، اذا جزء منها بده ينعكس بينعكس ايش؟ بشكل منتظم. حزمه ضوئيه او بنسل اوف لايت بده يسقط على رف اوبتيكال انترفيس، بصير انعكاس عشوائي ومرور او انكسار، المرور هو الانكسار عشوائي تمام. فهذه القضيه يعني بدنا ننتبه لها. طبعا الصوره يمكن تكون واضحه،
الآن نيجي لقانون الانعكاس اللي هو رقم 2 عندنا في الجيومتريكال أوبتكس. القانون الأول هو القانون of rectilinear propagation، قانون السريان المستقيم، تمام؟ احنا بدنا نحكي عن specular reflection يعني الانعكاس المنتظم. طالما انعكاس منتظم، طالما انعكاس منتظم، ايش اللي بيجبر التلاميذ يمشوا في طوابير؟ انه في قانون للمدرسة، مزبوط؟ وايش اللي بيجبر الاشعة؟ احنا هنحكي مش على الترانسميشن، ننسى الترانسميشن لفترة، تمام؟ احنا هنحكي عن هاي عندي حزمة ضوئية مكونة من أربع شعاعات ضوئية، تمام؟ قلنا إذا سقطت على سموث أوبتيكال إنترفيس هتنعكس انعكاس منتظم. إيش اللي خلاها تنعكس انعكاس منتظم؟ إنه في قانون للانعكاس بيحكمها. إذا السبيكيولار ريفليكشن بما إنه سبيكيولار، بما إنه منتظم، اللي خلاه منتظم انه الضوء فيه بيتحرك، وكل لايت ري، كل سنجل لايت ري بيتحرك وفق قانون. طالما انا بتحرك وفق قانون، وسين بتحرك وفق قانون، وصاد بتحرك وفق قانون، حتكون حركتنا فيها تناغم وفيها انتظام، فيها انتظام. في السبيكيولار ريفليكشن في عندي شعاع بنسميه شعاع ساقط، شعاع بسميه شعاع منعكس. اوكي، للتسهيل هنرسم شعاع واحد. هاي الاوبتيكال انترفيس، تمام؟ هذه اوبتيكال انترفيس، والضوء قادم من هذه البوينت سورس اوف لايت، سقط هنا وبده ينعكس انعكاسا منتظما. احنا بنقول انه الشعاع الساقط incident ray وreflected ray شعاع المنعكس بتربطهم علاقة في هذا القانون. هذه العلاقة اللي بتربط الشعاع الساقط بالشعاع المنعكس، في علاقة ما بتربطهم. هذه العلاقة يعني جوهرها هي قانون الانعكاس. يا ترى ما هي هذه العلاقة التي تربط الشعاع الساقط بالشعاع المنعكس؟ ننسى المرور حاليا. عشان نعرف هذه العلاقة بدنا نرسم عمود على السطح العاكس اللي هو الاوبتيكال انترفيس. وين ارسم العمود؟ ارسمه هنا؟ لا. ارسمه هنا؟ لا. طب ارسمه هنا؟ برضو لا. وين النقطة اللي ضرب فيها الشعاع الساقط الاوبتيكال انترفيس؟ برسم عمود. هذا العمود اسمه سيرفيس نورمال. هنا نورمال معناها عمود مش طبيعي يعني، تمام؟ سيرفيس نورمال. طيب هاي الشعاع الساقط وهي السيرفيس نورمال، الزاوية المحصورة بينهما هي زاوية السقوط ثيتا اي. ثيتا اي هي زاوية السقوط، تمام؟ ثيتا اي. إذا سألنا ايش ثيتا اي؟ هي الزاوية المحصورة بين الشعاع الساقط والعمود المقام على سطح الانعكاس. في ناس بتتخيل خطأ انه ثيتا اي هي هاي الشعاع الساقط وسطح الانعكاس، لا، هي الشعاع الساقط والعمود، يعني هذه هي زاوية السقوط. هذه القطعة. في حاجة تانية، الانسيدنت ري اند و السيرفيس نورمال فراغيا تقع في مستوى فراغي واحد، تقع في مستوى فراغي واحد اسمه ايش؟ اسمه بلين اوف انسيدنس،
مستوى السقوط. يعني هذا المستوى الفراغي التخيلي ننسى هذا الشعاع لسه. تمام؟ plane of incidence. هيك خلصنا. ضل نحكي نص القانون. نص القانون، القانون تاع الانعكاس law of reflection بيقول حاجتين. الحاجة الأولى the reflected ray. إيش ال reflected ray؟ lies يقع in the same plane as the incident ray and plane and surface mode. يعني إذا قلنا هدول التنين بضمهم مستوى فراغي، فالشعاع المنعكس معهم في نفس الفراغ. بمعنى لو تخيلنا جدلا هاي الشعاع الساقط وهي سطح الانعكاس، بيجيش الشعاع يسقط هيك ويجي لي هيك، يجي ناحيتي. طالما سقط بالاتجاه هذا بده يكون في نفس المستوى الفراغي، في نفس المستوى الفراغي. بيجي الشعاع يسقط هيك، بقول والله انا خاطري انا اروح هيك شويه هيك. تمام؟ لا، الثلاثه بيجمعهم مستوى واحد، هذا المستوى اسمه plane of incidence. إذن أول جزئية من القانون تاع الرفليكشن the reflected ray lies in the same plane as the incident ray and service normal. The incident ray and service normal يعني بمعنى يقع في نفس in plane of incidence. In plane of incidence في مستوى السقوط. تمام؟ قلنا احنا هذه فيتا اي، هذه زاوية السقوط. طالما في زاوية سقوط معناته في زاوية انعكاس. يا ترى هاي ولا هاي زاوية الانعكاس؟ اللي مع النورمال، صحيح، اللي هي ثيتا ار. ثيتا ار اللي هو زاوية الريفليكشن، انجل اوف ريفليكشن. ثيتا ار اللي هي انجل اوف ريفليكشن. الشغلة الثانية اللي بيقولها القانون ثيتا اي تساوي ثيتا ار. خلص القانون. يعني إذا هذه 40 ديجري معناته هذه 40 ديجري، إذا هذه 120 ديجري معناته هذه 20 ديجري، وهكذا. تمام؟ طيب هذا القانون احنا أخذناه في المدارس، بس أخذناه بنص العربي. نص العربي بيقول الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام على سطح الانعكاس كلها تقع في مستوى فراغي واحد، وزاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. للمتذكر، بعرفش إذا أخذتوه أو لا، بس إحنا أخذناه بالنص هذا. الشعاع الساقط والشعاع المنعكس والعمود المقام على سطح الانعكاس كلها تقع في مستوى فراغي واحد، وزاوية السقوط تساوي زاوية الانعكاس. تمام؟ هذا هو ببساطة اللي هو قانون الانعكاس. نرجع تاني نتذكر الثلاث حاجات اللي بتحدث. هنا خلصنا قانون الانعكاس، بنقول the amount of light reflected from a surface depends on theta i. يعني احد المحددات اللي بيحدد كمية الشعاع المنعكس، احنا في عنا ثلاث حاجات، في شعاع حيمر، اشعة حتمر، لانه احنا رسلنا شعاع واحد بس هي ملايين الاشعة. تمام؟ اذا في شعاع حيمر وشعاع حينعكس وشعاع أشعة أو كمية هتمتص وتتحول لهي. تمام؟ الآن قديش كمية المنعكس بيعتمد على زاوية السقوط ومستوى قطبية الضوء. ومستوى قطبية الضوء، وهذا مش هنحكي فيه الكلام لأنه هنا هندخل في إيش؟ في الفيزيكال أوبتكس. بس هذه بعض المحددات اللي بتحدد لي قديش كمية الإيش؟ الضوء المنعكس أو الشعاع المنعكس. الآن في نوع خاص من السقوط، في نوع خاص من السقوط، ما هو؟ السقوط العمودي بسموه. السقوط العمودي، لو قلنا في شعاع ساقط سقوطا عموديا على سطح، على اوبتيكال انترفيس، قديش زاوية السقوط؟ 90. لا، صفر. ما ننسى
بحتاج تعريف زاوية السقوط. إذا زاوية السقوط هي المحصورة بين الانسيدنتري أو الشعاع الساقط والسيرفيس نورمال. طب إذا التنين انطبقوا على بعض معناته زاوية السقوط، وهذه اللي بيخلينا احنا نخربط، هذه ما لهاش علاقة في زاوية السقوط. هاي الشعاع الساقط وهي السيرفيس نورمال هو نفسه، تمام؟ إذا الزاوية المحصورة بين خطين منطبقين صفر، هي صفر، تمام؟ إذا the reflectivity at normal incidence is simple and depends only on the optical media bounding the interface. احنا قلنا السقوط الغير عمودي، السقوط العادي، تمام، بيعتمد على theta i to plane of polarization of light، بينما السقوط العمودي بيعتمد على الاوبتيكال ميديا المحيطة بالانترفيس، يعني بيعتمد على س وعلى ص، تمام، بيعتمد على س وعلى ص. في حاجة اسمها معامل الانعكاس، هنأخذ معادلته. معامل الانعكاس بالنسبة للسقوط العمودي، معامل الانعكاس بالنسبة للسقوط العمودي N2 ناقص NI على N2، هذه مش N تربيع، خلينا نقول N2 زائد NI في الكل تربيع، تمام؟ ايش N2 NI؟ NI refractive index تاع المادة اللي اجى منها الضوء، سقط منها الضوء. NI N تاع الانسيدنس، وN2 اللي هو المادة الثانية اللي هي راح لها الضوء او انعكس على سطح الضوء، تمام؟ اذا N2 ناقص NI على N2 زائد NI كل تربيع، هذا معامل الانعكاس، بس ناخذ بالنا للسقوط العمودي، السقوط العمودي. طيب ايش بدي استخدمه هذا؟ The reflection coefficient، يعني معامل الانعكاس، بنستعمله عشان نحسب الامount of light transmitted at an optical interface if absorption losses is minimum. لو تخيلنا من الثلاث شغلات اللي انعكس واللي مر واللي امتص، لو تخيلنا انه اللي امتص هذا او كان الامتصاص قليل جدا لدرجة يمكن اهماله، تمام، فبنقدر احنا نعرف، تمام، قديش مر بحساب قديش انعكس، تمام. نفرض انه ثلاثة اشخاص وزع عليهم 100 شيكل، واحد منهم اشي نص شيكل، تمام، ننسى النص شيكل، بنقول قديش اخذ سين اللي هو الشخص الاول مثلا 45 شيكل، معناته هذاك اخذ تقريبا 55 شيكل. فبمعرفة قديش انعكس بنقدر نعرف قديش مر، بشرط انه يكون اللي هو الابسوربشن لوسز ار مينيمال، تمام. يعطيكم العافية.